معكم برزق الياس البريزيدون ديال وايزيك فونديشن. بالنسبه لهذا البروجي هذا او ممكن نسميوه هذا ليفينمون هذا هو سوفورم ديال واحد لا سوفتور اللي سميناه ميتينغ مع المغرب. هو عباره ديال واحد المجموعه ديال لي جون جمعوا بيناتهم باش يواكبوا برنامج فرصه باش يدويو البرامج بيناتهم. بطبيعه الحال هاد لي جون هادو جمعاتهم دي اسوسياسيون دي فونداسيون. الاهم في هادشي كامل هو اننا نخرجوا بدي بروجي اونتر نو، نتعرفوا على بعضياتنا، نقويو ديك العلاقه وسط لي جون. بطبيعه الحركه دي جون اولا حنا شاتين الشعله، هذه هي اول حلقه نعرفوها كاملين. وبطبيعه الحال خصنا نتحدوا بيناتنا حيت حنا هما الامل ديال هذه البلاد. حنا شاتين لي بروجي اللي جايين. بطبيعه الحال الحياه هكا غاديه، شي تيطلع شي تيهبط. بطبيعه الحال خص تعطينا الامل، وكما تنقولوا حنا ديما هي اننا قادرين على التغيير. بطبيعه الحال اي انسان تيدوز من تجارب لا تخليه يتعلم، تيدوز من ديزيكسبيريونس. بطبيعه الحال هادشي حنا في طور اننا نبداو ندوزو بزاف ديال ليزيكسبيريونس اللي غنتعلموا منهم. ممكن ما نعطيكش واحد الاجابه اللي هي اكزاكت ديال واش حنا قادرين او لا. الحاجه الوحيده اللي حنا عارفين اننا قادرين عليها هي اننا نحاولوا. فضاء الشباب بالابتكار والمواطنه، دونك درنا هذا اللقاء بشراكه مع لايف سي دي مؤسسه المستقبل. الهدف ديالو هو اننا نحيو داك السلسله ما بين الجمعيات ما بين المؤسسات. كل جمعيه نعرفوا الهدف ديالها او لا لي بروجي ديالها، نتبادلوا المعلومات بيناتنا. دونك زعما اوغوزمون هو اول لقاء اللي غادي يكون في مراكش ما بين الجمعيات. دونك الهدف ديالو هو اننا نشاركوا المعلومات بيناتنا، نكريو دي بارتناريا بيناتنا، نعرفوا مثلا نشاركوا في ديزاكسيون اللي غادي يكونوا جامعين بجوج. ليدي كانت هو اننا بغينا نحاولوا ما امكن نجمعوا لي اسوسياسيون اللي كيشتغلوا او نيفو ديال مراكش، لي اسوسياسيون كي سون ترو اكتيف او نيفو ديال الدومين اسوسياتيف، ونجمعوهم في ان اسباس واحد اللي يكون فيه واحد اتموسفير فاميليير. كيفاش اننا نتذكروا ونديروا واحد نيتوركين ما بيناتنا، ندردشوا، نحاولوا نيلابوري دي زيد دي بروجي دي شي حوايج اللي كوما ما بيناتنا، ونخرجوا من هذا اللقاء ان شاء الله بحول الله. هذا اللقاء صراحه الله هذه بان ليا كيخرج بنتائج جميله جدا. الميدان العمل الجمعوي في مراكش ماشي حي جمعنا فيه كاع لي فونداسيون، وانما الناس اللي كيمثلوا هذوك المؤسسات اللي هما شباب كي سون ترو اكتيف هما كانديفيدو عاد في وسط المؤسسات اللي كيمثلوها. فكنظن عندي تمنيه صراحه الله ديال انه غادي يخرجوا حوايج جميله وعظيمه من هذا اللقاء. واش غادي تكون واحد المواكبه لهاد الشباب هذا عن طريق دي فورماسيون؟ طبعا لايف دي فونداسيون هي واحد المؤسسه اللي كتقدم تكاويل الشباب منذ 2007، كتشتغل في هذا الميدان. هذا هو التخصص ديالنا رقم واحد، اليوث امباورمنت والمواكبه والمرافقه ديالهم والتقدير ديالهم والتكوين ديالهم، وديما كتفتح الابواب ديالها لجوج الشباب. الهدف من هذا اللقاء كما قلت لك هو اننا نديروا ديك الصله ما بين الجمعيات ديال مراكش، وناقشوا مواضيع ومشاريع اللي غادي يكونوا من هنا لقدام ان شاء الله. يعني تحاولوا تعطوا بعض الحلول للشباب فوالا في بعض المشاريع. فوالا حنايا شنو كنديروا؟ كنديروا لانفستيسمون في الشباب. فرصه هو واحد البرنامج اللي بان ليا مزيان، اللي غادي يعاون الشباب بزاف. والدليل على انه غادي يعاون الشباب كما شفتوا شكون اللي دار الماركتينغ، شكون اللي دار البوبليسيتي ديال الفرصه، هما دي انفلونسور وشباب نيت. سكي في برنامج فرصه برنامج اللي زوين وغادي يعطي كما كيقولوا فرصه للشباب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.